أقام الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق مجلس عزاء على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في بغداد ومحافظات الجنوب. وقال رئيس الاتحاد ستار دنبوس إن حقوق الشهداء دين يجب إيفاؤه، مضيفا أن الاتحاد سيعمل على تخصيص رواتب لعوائل الشهداء. من جهته ذكر علي الساعدي رئيس اتحاد الصناعات في العراق إن مجلس العزاء هو وفاء للشباب الذين قدموا أرواحهم من أجل بناء العراق الجديد. مطالبنا بالشهداء أنه أن لازم نأخذ حقوقهم المستقبلية، هم ذول يضحوا بأنفسهم كلهم غير عاطين عن العمل أكيد، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن الأمن والأمان على عراقنا ونأخذ حقوقهم حتى يكون لهم راتب إلهم والعوائل. احنا وقفتنا هذه مثل ما يقول تقييما واحتراما واجلالا لهؤلاء الشباب الذي قدموا ارواحهم فداء للوطن اللي حتى يغيروا من المسار السياسي باتجاه تقديم ما هو جيد للشعب العراقي. نحن كل ما نفعله قليل بحق هؤلاء الأبطال الذين حقيقة نرفع القبعة لهم ولأرواحهم إن شاء الله تسكن الجنان.